سيتي خايش واتغلب من كريستال بالاس 2-0، وليفربول اتعادل 2-2 مع برايتون، والوحيد اللي طلع كسبان من الجوله دي هو توماس توخيل وتشيلسي. ربنا يستر عزيزي. امبارح كان بيتكلم جراهام بوتر وكان بيقول ان ليفربول صعب ان انا اروح العب قدامهم في الانفيلد واعتمد بس على جيم دفاعي، وقتها هكون مجنون. تعالوا لي هتيجي جنب اخواتك، والله مثلك هتضم جنب اخواتك هناك في الانفيلد بعد ما تطلع خسران. بس افتكرت ان جراهام بوتر من المدربين اللي بيحب يلعب كره على الارض، ومن المدربين اللي بيفتح قدام اي حد. هو ما بيعرفش يدافع، هو الراجل بيقرر دايما ان هو يلعب جيم مفتوح. فحته ان هو بيتكلم ويقول الكلام ده كنت عارف ان هو هيروح يلعب مباراه كويسه، بس كده كده تخسر من ليفربول في الانفيلد. والدقيقه 4 جوردن هندرسون استقبل كوره من محمد صلاح وسجلها هدف. بص انت تعالى ضم جنب اخواتك كده واقعد جنبيهم كده واسالهم على جون اتغلبوا كام في الانفيلد، عشان شكلك كده هتطلع من الانفيلد بسكور. انت اول 4 دقايق لابس جون يا عم جرام، هتعمل ايه بقى؟ نقعد كلنا كده ليفربول ماسك الكوره مستحوذ وان سايد جيم، بقى نبي كايت اتصاب نزل مكان تشامبو. حلو كويس، حلو الكلام. جوردن هاندرسون عامل شكله كويس، هو كورتو جونز وتشامبو ماسكين كوره بسم الله ما شاء الله. ليفربول كده شكله بيقول ان هو هيجيب الثاني، وفعلا ساديو ماني سجل الهدف الثاني بعد الكروس اللي استقبله من هو تقريبا كده اللي رفع الكوره دي روبرتسون. يعني انا شفتها بصراحه ان هو يعني هي جت من روبرتسون او من تريند تقريبا. بص هو الواحد خايل، الواحد خايش في لقطه الهدف دي بصراحه، ما شفتش ان هي جت من مين. ساديو ماني سجل الهدف الثاني، نسكت بقى على كده. ابو صلاح مستني ان هو يسجل الثالث، صح اكيد ابن بلد الغالي هيسجل الهدف الثالث. لا في جون بيجيبه ساديو ماني والفار بيلغيه. بعد الهدف اللي الفار لغاه ساديو ماني كلنا كنا قاعدين مستنيين الثالث اللي هيجيبه ابو صلاح. ما هو بمكه لازم يمس على جراهام بوتر والرجاله بتاعته بهدف، يعني ما ينفعش هو اسيست بس لازم الراجل يسجل هدف، عشان كلنا نتفاجئ بالهدف اللي سجله اينوك مويبي. هدف جميل جدا 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 جدا، تصويبه جميله او تسقيطه جميله راحت ورا اليسون بيكر، عشان كلنا نقعد نقول ابو صلاح اكيد هيجيب الهدف الثالث فيهم الشوط الثاني. ابو صلاح ابننا احسن لاعب في العالم حاليا، لازم يخش يجيب الهدف الثالث، دي حاجه اكيده يعني، علشان نتفاجئ كلنا ان ليفربول اتعمل عليه وان سايد جيم الشوط الثاني في الانفيلد. اللي هو يا جماعه ايه اللي حصل؟ والله خير اللهم اجعل خير كده، يعني الزاد البشري بتاعنا قليل وهو دي العناصر المتاحه عندنا، يعني ما عندناش غير كده يا باشا، وهم اللعيبه دول هم اللي هيلعبوا يوم الثلاث ان شاء الله كلهم قدام اتلتيكو مدريد. ما عندناش احنا حته ان احنا هنغير حد ومش هنغير حد، فاللعيبه بيضغط عليهم زياده على اللزوم في ليفربول، علشان خاطر هتقعد تدور كده. هو السكواد ده اللي موجود هيلعب الدوري وهيلعب دوري الابطال، المفترض ان هو ينافس على الدوري ودوري الابطال، وفي ظل زحمه الماتشات دي لعيبه ليفربول طبيعي ان هي هتقع بدنيا، واعمل بدنيا ده خلى لعيبه برايتون نفختهم جوه الملعب، علشان خاطر كلنا نقعد نبص كده هينزل جوتا امتى؟ هيغير امتى؟ كلنا قاعدين كده، كلوب قاعد بيبص كده، يعني جراهام بوتر ماسكين كوره وكلوب عنده امال ان هو اليسون هيفضل يتصدى وهيجي عامل مرتده دلوقتي بصلاح او في ماني او فيرمينيو يجي مخلص الماتش. يحصل الكلام ده؟ ادم اللي انا اقول له مش انت اللي مشيتني؟ مش انت اللي انت اللي مشيتني صح؟ صح انت اللي مشيتني. عمل اسيست لتروسوند علشان خاطر يسجل هدف التعادل. نسكت بقى على كده وبرايتون يلم امها ويلم الموضوع ويرجع يدافع. برايتون ما لمهاش، بالعكس ده برايتون بعد الهدف مباشره لقينا ان اليسون بيكر بتصدر الهدف الثالث، اللي هو الله ده برايتون مش جاي يهرج بجد. واضح ان السيد جراهام بوتر ما كانش بيتكلم كلام على الفاضي، ولا كان بيتكلم كلام وحاطط في بطنه بطيخه صيفي كده كده هيروح يخسر. لا لا الراجل جاي يلعب كوره بجد وجاي ان هو يكسب، علشان الناس كلها تبقى ده اللي حصل لليفربول. بيقال عزيزي ان الادمن بتاع مش كانوا حسدهم، بس ده عين اهله اساسا كده كده مش بارده، ده عينه كده كده اساسا بتجيب الفرق كلها تحت الارض. ما بالك بقى ليفربول قاعد يقول لك عليهم عظمه بعد الهدف الثاني، الفرق بسم الله نزلت ما نطقتش ثاني، علشان كلنا نقعد نتفرج على المباراه في اللحظات الاخيره. ليفربول يجي مغير تغييرين، مغير جوتا ومغير مينا مينو، وهل في اي تاثير هجومي حصل لمينا مينو او جوتا؟ ما لحقوش يعني، قبل ما فكروا ينزلوا الملعب كان المباراه انتهت، وخلصت هنا المباراه معانا بالتعادل الايجابي 2-2، علشان خاطر زي ما قلت لك في هذا الاسبوع لا يفوز الا توماس توخيل ابن المحظوظ اللي شكله الدوري بيدور عليه، يعني هو غلب والسيتي الناحيه الثانيه غلب. يلا خير 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 اللهم على خير خير، وهنا ليفربول خايف في الانفيلد. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فعادي بس اعتبر ان انت قعدت تتفرج على 90 دقيقه وبصراحه برضه ما سجلش، ما فيش اي مشكله.